السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابي وطالباتي الأعزاء في جامعة الإسراء كلية الهندسة قسم الحوسبة النقالة في مساق تطوير الهواتف النقالة 1. كنا وقد تحدثنا في السابق عن الليست فيو وكيفية استخدام الليست فيو وما يتبعها من تطورات وابديتد لحتى نصل للريسايكلر فيو، لكن اخذنا بس اللي هو البيسك للليست فيو. اليوم هنحكي في موضوع ريليتد للليست فيو وكيفيه التعامل معاه اللي هو بالويب فيو واللارج ديالوج. لو حكينا في الويب فيو لايش بنستخدم الويب فيو؟ الويب فيو بيستخدم لعرض ويب بيجز، انه انت في عندك صفحة ويب بدك تعرضها في داخل التطبيق الخاص فيك. الجيت في الويب فيو في عندك امكانية ايضا انه انت تعرض صفحات HTML، يعني من خلال الويب فيو انا بقدر ايضا اعرض صفحة HTML. وحكينا في المحاضرة الوجهية انه احنا في عنا امكانية انه احنا من خلال الويب فيو نعرض ونقوم بتنفيذ فور اكزامبل تطبيق اللي هو الاحاديث النبوية على سبيل المثال، وكل حديث احنا نضيفه في وين؟ في صفحة HTML. فاليوم ان شاء الله حنكمل في الويب فيو ونضيف ويب فيو عندنا في التطبيق، ومن ثم نضيف بعض الخصائص مثلا للويب فيو، كيفية انه انت تضيف زوم، تضيف ان تاتش سكرين، ايش يصير معك في الويب فيو هذه. فهذه كلها هي اليوم ان شاء الله حنتطرق لها. اول نقطة طبعا احنا انشأنا كرييت نيو بروجكت، باجي هان تلقائي بقول له هان ما بدي تكست فيو، بدي اقول له هيك تلقائي ويب فيو. ويب فيو بدنا اياها ماتش بيرنت، ماتش بيرنت، وحكينا ايش الفرق بين الماتش بيرنت وبين الراب كونتنت. وبدي اجي هان اقول له ريلاتيف لاي اوت، ريلاتيف لاي اوت، ومن ثم بدي اعطي الويب فيو ويب واحد، طبعا اي دي، سوري اي دي الويب واحد، تمام. لو انا جيت هان كتبت هيدر من هايت ثيم، ايش انت في عندك هان؟ طبعا احنا ما بدنا نحكي في الاليمنت ريليتد للويب فيو، فقط انه انا حاجة هان وابدا انفذ على الويب فيو كيفيه الاضافه هان. فانا باجي على المين اكتيفيتي وبقول له برايفت ويب فيو وبقول له ويب واحد، تمام. وباجي هان بقول له ويب واحد فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت ويب واحد، تمام. طبعا لقيت انا اول نقطة حسويها انه انا بدي اعرض اللي هي الويب بيجز الخاصة مثلا في جوجل. فأنا هان باجي بقول له ويب واحد دوت لود يو ار ال، وبأدخل له اليو ار ال الخاص بالصفحة اللي أنا بدي أعرضها. مثلا بدي أعرض صفحة جوجل، فأنا بدخلها بكامل ال HTTPS اللي هو البروتوكول الخاص فيها ال HTTP، تمام. وباجي بقول له جوجل دوت كوم، تمام. لو سوينا ران لحتى نشوف ايش اللي بيصير معنا، طبعا لقيت حيطلب منا نقطة مهمة
يا ريت الكل ينتبه لها، اللي هي هتكون طبعا مش هيشتغل عندنا ويب افيلبل. ليش؟ لانه احنا حكينا انه في عندنا طبعا في المينفست لازم نضيف بيرميشن، لانه انت هان بتطلب صفحه ويب بتطلب انترنت، فهان تلقائي انا باجي على المينفست وبقول له يوزز بيرميشن، اي يوزز بيرميشن انترنت، سكر التاج هيك، وانا لقيت لو سويت له ران حيشتغل عندنا وحينفذ اللي هو تمام. هاي اجاني لقيت بقول لك هاي الجوجل اللي انت بدك اياه. طبعا فيك انت تكتب العنوان اللي بدك اياه، اتس اب تو يو، يعني مش نظريه. مثلا انا ممكن هنا اقول له بدل جوجل بدي اي حاجه، بدي مثلا جيميل سيم، ما في عندك اي مشكله، انت بتنفذ صفحه ويب، ما عليك الا تكتب اليو ار ال الخاص فيها هنا. تمام، هاي انا هان بقول لك هذا كاونت نو ثانكس. طبعا زي ما انتم شايفين جوجل دوت كوم دوت اللي هو جيميل. طيب لقيت انا هيك تعاملت مع، طبعا بيعطيك اللغة هان لانه اللغة related to IP، الـ IP الشبكة اللي انا بشتغل عليها يعني. فالمهم لقيت حاجة هان انه احنا بدنا نضيف بدل الويب بيجز نضيف صفحة HTML. طبعا صفحة ال HTML موجودة عندي، أنا ما حأنسخ صفحة وأنشئ صفحة جديدة، وزي ما حكينا إنه أنت لازم يكون عندك هاي منشأها، هاي صفحة HTML فيها الأحاديث النبوية فور إكزامبل، زي ما أنتم شايفين الحديث الأول الأعمال بالنيات. تمام، لقيت أنا بدي أنسخها، وين حنسخ صفحة ال HTML؟ إذا فاكرين أنتم لما أخذنا إحنا قلنا في المينفست وفي التطبيق ككل لازم يكون في عنا ملف اسمه ملف الاسيت، اسيت فولدر. ملف الاسيت فولدر بيحتوي على صفحات ال HTML، يعني الصور الخاصة والملفات الخاصة الامتدادات الخاصة، هذه لازم انت تضعها في وين؟ في الاسيت فولدر. فكيف انا بنشئ ملف الاسيت فولدر؟ باجي على الابليكيشن وبقول له كليك يمين نيو، باجي على فولدر ومن فولدر بختار اسيت فولدر. تمام، ما بغير ولا شيء هان. تارجت سورس انت في عندك مين، ديباج ريليز انت لا ما بدناش نغير ولا حاجه، انا بدي اياه مين سيم اتس اوكي. هاي اجاني هان الاسيت فولدر، فانا باجي بقول له بدنا ننسخ اللي هو ال HTML واحد، طبعا سميها انت 1، سمي اللي بدك اياه سيم. تمام، هاي صفحة ال HTML. فكيف انا حضيف صفحة ال HTML الموجودة عندي هان على نفس الويب فيو؟ ما حنشتغل بويب فيو جديدة، طبعا هاي المينفست انا حسكرها. لقيت حاجة هان، وين ملف الاسيت موجود؟ بدنا نقول له هاي عندنا فايل، الفايل من وين موجود؟ الفايل موجود في الاندرويد، اندرويد في داخل الاندرويد اللي انا خزنت فيها. بعد هيك اندرسكور اللي هو اسيت، اسم الاسيت فولدر هان. تمام، بعد هيك بقول له داش اللي هو اسم صفحة ال HTML 1.html. تمام، خلينا نشوف
ايش اللي حيصير معنا الجيت، وهل انه حينفذ ولا لا. كروم has stopped لأنه أنا نفذت run في نفس الوقت. خلينا نشوف إيش المشكلة اللي صارت هان. لو أجيت أنا على اللوجات وقلت له إيش اللي صار بالضبط، فإحنا هيبين عنا المشكلة وين بالضبط صارت. هاي كريت هاي run. هيشتغل تمام. يعني انه انا لما سويت دبليكيت للران في نفس الوقت كان لسه ما هو منتهي من الانستول. هاي زي شايفين هان اب ريستارت سكسسفول وذاوت ريكوايرنج ري انستول. انت مطلوب منك تنفذ انه تسوي ري انستول للتطبيق تمام. فهاي انا هان شايفين، هاي انا بعرض الحديث كامل. طبعا ليش اخذناها اليوم الويب فيو وما اخذناهوش في الاول؟ اليوم احنا حكينا انه في عندك تطبيق وانت مطلوب منك ممكن تسوي تطبيق، والتطبيق مثلا في الليست فيو بدنا نعتبر الوجبات، بدنا نعتبر الاحاديث النبويه، بدك تعتبر الدروس، المواد، المساقات، انت بتدخلها في ليست في ليست فيو، ومن ثم كل كليك بتسويه نفس اللي في المحاضرة السابقة. لما يسوي مثلا كليك على المساق الأول يودينا على اكتيفيتي 2 ويعرض لي فيها اللي هو ال HTML الخاصة في المساق الأول تمام. طيب كيف أنا ممكن أضيف بعض الانيميشن، بعض مثلا أسوي زوم، كيف أنا بقدر أضيف إنه أسوي زوم هان؟ فباجي انا هان بقول له زي هيك ويب واحد دوت ريكويست، ريكويست اللي هو فوكس تمام. وباجي بقول له ويب واحد دوت جيت سيتنج، جيت setting dot set light for example touch enable، وبدي اقول له هان ترو. طبعا هان صار في لها تحديث ابديت يعني ممكن انت تستغني عنها. وفي نفس الوقت بدي اقول له web view واحد دوت اللي هو get setting ايضا، وبدي اقول له set build زوم كنترول. هذه للزوم برضو انا بدي اقول له هان ترو. ايش بدنا نسوي؟ خلص لهيك احنا بنوقف لهان انه انا بدي تسوي لي زوم لنفس ال HTML الموجود معنا. خلينا نشوف ايش بيصير معنا الجيت تمام. هاي هذه انه انت بتضيفها على ال HTML الخاصة فيك. طبعا لو انت على الديفايس بكون الوضع افضل من الاميوليتر. كيف يعني؟ شايفين هاي انا هان لقيت تشتغل عند الزوم، لكن في الديفايس انت ممكن تشتغل على التاتش وممكن تشتغل على اللي هو الزوم نفسه تمام. هاي انا هيك شايفين، هاي انا بعرض بكبر الخط، بكبر صفحة ال HTML
أسوي زوم إن زوم أوت، وفي نفس الوقت هاي عند الإشارة هذه أنا مجرد سويت كليك على الشاشة أعطتني إياها. طبعا كيف أنا ضفت الزوم؟ أول حاجة قلت له request focus، هات لي سوي تركيز في حسب المكان اللي أنا بدي أسوي فيه الزوم. وبعده قلت له get setting، وقلت له set build in zoom control، يعني يسوي لي إياه حسب الزوم إذا أنا in أو out. تمام؟ فهذا بالنسبة للويب فيو. طبعا هاي أنا وفرت عليك جهد إنه أنت تبحث عن طبيعة عمل التطبيق اللي أنت حتنفذه في نهاية الفصل. طيب نيجي للنقطة الثانية اللي هي حكينا بدنا نسوي Alert Dialog. Alert Dialog هحذف اللي هان أنا اشتغلته كلهيته هيك، ما بيلزمني هيك، وما بيلزمني هان برضو ويب فيو، بيلزمني أضيف بوتون. البوتون مثلا 230 دي بي. عندنا هان الـ ID بدنا نقول له btn 1. تمام، بدنا نقول له برضو في center vertical أو center parent in parent I true it's ok. هاي جبناه في الوسط. بدي أقول له هان text ايضا انه تشيك فور اكزامبل. تمام، حسبي. تمام، فلقيت انا هان حاجه اقول له انه في عندي برايفت البوتون، وفي عندي التشيك. تمام، وحاجة أقول له هان check equals أسوي له casting find the view by id r dot id dot btn 1. من ثم أقول له check dot set on click listener in new. تمام، وهان بدي أبدأ أدخله بإيش بالضبط، كيف أنا بدي أنشئ الالايت ديالوج. طبعا ما دام أنا بدي أنشئ الالايت ديالوج فأنا حاجة أقول له هان فوق الالايت ديالوج بدنا نسميها مثلا دوت بيلدر، اللي هو حتكون نسميها مثلا ديالوج أو بيلدر أو اللي بدك إياه. تمام، أي سميتها هيك. فأنا باجي هان أنا لقيت سويت كليك على وين؟ على البوتون. إيش اللي حيصير معي؟ حاجة أقول له إنه البيلدر طبعاً equals to what؟ أول حاجة أسوي لها كاستنج. طبعاً كاستنج وين حتصير؟ الكاستنج حتصير هان قبل ما أسوي التشيك. هاي باجي هان بقول له بيلدر equals new الله dialog dot builder. تمام، وين بدك الله dialog؟ بدي اياها في هذه الواجهة اللي انا بشتغل فيها. هاي انا انشأت هان كاستنج لمين؟ لا الله dialog. لقيت هان بدي اقول له انا ايش اللي يسويه في حالة on click. حالة on click بدي اقول له البيلدر dot set message، بدي اعطيك المسج هذه. ايش المسج هذه؟ اسمها رسالة تأكيد. for example confirm message رسالة تأكيد على سبيل المثال. تمام، dot بعد هيك set title
في دوت هان لازم نقول له دوت سيت اي تايتل، بدنا نقول له الخروج. تمام، الخروج. طيب بعد هيك، بعد هيك بدي اقول له بدي اسوي الجيت ايش؟ سيتنج مسج. ايش المسج اللي انت بدك تسويها وتظهرها للزبون، او بدك تظهرها في حالة انه انت سويت كليك على البوتون؟ فانا بدي اقول له بيلدر دوت سيت مسج. ايش المسج هذه؟ بدك تقول لي هان هل انت متأكد، هل انت متأكد for example، متأكد من
you.